لمدات أخرى. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم أصيلان، السادة ممثلي السلطات المدنية والعسكرية، الشيخ مولاي إسماعيل خادم الطريقة البصيرية، السادة شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية المغربية، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، إنه لشرف لنا نحن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية المغربية حضور ممثلي الجهات الجنوبية للمملكة المغربية الشريفة، حضور أشغال هذه الندوة العلمية بالزاوية البصيرية والمنظمة بهذه الربوع الطيبة من المملكة المغربية الشريفة، والتي إن دل إحياؤها على شيء فإنما يدل على ذكرى بطولية عظيمة لكون الانتفاضة التي قادها يوم 17/6/1970 سيدي محمد بصير الرجل الوطني الذي اختفى في ظروف غامضة ومصيره مجهولا إلى حد الآن، والذي وقف ضد الاستعمار الإسباني بمدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية، والتي تعتبر أول انتفاضة حقيقية كان الهدف منها بالأساس تنبيه المستعمر أن الصحراء مغربية ومردها طال الزمن أم قصر إلى وطنها الأم المغرب. كما نستغل أشغال هذه الندوة لتقديم جزيل الشكر إلى كافة الفعاليات والشخصيات الساهرة على إحياء مثل هذه الندوات ذات البعد الوطني، وعلى رأسهم الشيخ مولاي إسماعيل شيخ الطريقة البصيرية ورئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام. كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة السلطات المدنية والعسكرية والهيئات المنتخبة، وعلى رأسهم السيد والي جهة الريمندات خنيفرة والسيد عامل إقليم أصيلان. هذه الجهة التي أنجبت عدة شخصيات ورجالات المقاومة من أجل الدفاع عن حوزة كافة ربوع المملكة المغربية الشريفة. كما نستغل نحن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية تواجدنا لتخليد هذه الذكرى التي انطلق إحياؤها منذ سنة 2008 تعبيراً على مدى أهمية هذا الحدث البطولي، لنطالب الجارة إسبانيا بالكشف عن مصير البطل محمد بصير. ملهم هذه الملحمة البطولية الرامية إلى إجلاء الاستعمار بكافة أشكاله من التراب المغربي، والذي اختفى في ظروف مجهولة، مؤكدين على الجارة إسبانيا بتحمل كامل مسؤولياتها بكل صدق وأمانة كدولة ديمقراطية تعمل على احترام تام للعدالة الإنسانية ولحقوق الإنسان وكل المواثيق والقوانين الدولية العادلة، بضرورة الكشف الفوري عن المقاوم محمد بصير وعن مصيره كان حيا أو ميتا، وتقديرا لحسن الجوار الجغرافي والبشري والتاريخ المشترك والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني والقضائي والسياسي بين المغرب وإسبانيا. نطالب اليوم نحن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية المغربية الجارة إسبانيا بالاعتراف الفوري وبدون تردد
بمغربية الصحراء. سيرا على النهج الذي نهجته الإدارة الأمريكية باعترافها بأحقية المغرب على كامل صحرائه، مذكرين إسبانيا كما تعرف ويعرف الجميع على أنها وجدت التراب المغربي الصحراوي وسكانه الرحل متشبثين على الدوام بالولاء للسلاطين والملوك المغاربة الذين تحاقبوا على حكم المملكة المغربية الشريفة. رابطهم في ذلك البيعة الشريفة التي تزين على كافة أبناء الصحراء للعرش العلوي المجيد، وتأكيدا على الثقة وحسن الجوار ولدور المغرب باعتباره شريكا فاعلا وحقيقيا لإسبانيا ولأوروبا داخل المجال المتوسطي وكذا داخل القارة الإفريقية والعالم بأسره. فإننا نحن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية المغربية ندعو إسبانيا إلى الإسراء لفتح قنصلية لها في الأقاليم الصحراوية المغربية أسوة بمجموعة من دول العالم التي تعترف بمغربية الصحراء وتعترف كذلك بدور المغرب الحاسم إقليميا ودوليا فيما يقدمه لإسبانيا ولأوروبا والعالم من تعاون أمني كتفكي خلايا الإرهاب والتهريب والجريمة العابرة للحدود والحد من تدفق المهاجرين الغير نظاميين وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة إقليميا وجهويا ودوليا. كما لا يفوتنا نحن شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية المغربية لنؤكد كما كنا دوما عن تشبثنا اللامشروع بوحدتنا الترابية والدفاع عنها بكل غار ونفيس انطلاقا من إيماننا بعدالة قضية الصحراء المغربية التي لا نبغي عنها بديلا إلا في إطار مشروعية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وراء ضامن وحدتها وعزتها وكرامتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على اعتباره حلا واقعيا ومنطقيا وديمقراطيا وعادلا وبإجماع دولي سيمكن أبناء الصحراء المغربية المحتجزين بمخيمات تندوف تحت قهر وسلطة العسكر الجزائري من الالتحاق بوطنهم المغرب للمشاركة إلى جانب إخوانهم أبناء الصحراء المغربية في تجويد أهداف النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه عاهل البلاد وضامن وحدته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. من أجل توفير العيش الكريم والرفاهية لكافة رعاياه الأوفياء من طنجة إلى البويرة، كما نغتنم هذه المناسبة الطيبة لتقديم فروض الطاعة والولاء لمولانا المنصور بالله، مؤكدين السير على خطواته النيرة ومباركين كافة مبادراته الحكيمة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية لكافة الشعب المغربي داخل وخارج الوطن. شاكرين بالمناسبة صنيع آياته البيضاء لما وفره لأبناء شعبه من سبل الرفاء والازدهار، مثمنين مبادرة جلالته الكريمة في صنع وتوفير اللقاح لبلادنا ضد جائحة كورونا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العناية المولوية لتوفير الأمن الصحي لرعاياه الأوفياء. أبقاه الله ذخرا وملاذا وأطال في عمره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم وقر عينه
وبدأه بسمو عهد الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.